هاني قوي جدا، هاني ديش اوت لعمر، عمر على تري بوينت، ثلاثيه وحداويه وتنجح من انس، قريبه بتروح لعمر ادلبي، عمر سريع جدا، عمر ما في اوفنسيف فول عم يسجله طبعا نجح ودريبي على الريباوند سريع كثير، عمر ادلبي، عمر اول زاوية هاني دريبي، عمر ادلبي سريع جدا ممكن يطلع اول زاوية، تمريره رائعه جدا، ما معه المحلك يا عمر، عمر ادلبي بيستغل انشغال دفاع الكرامي مهند لجوزيف، تصير شوطه صعبه جدا للكرامي، جوزيف بيتعرض للبلوك من عمر ادلبي، حلوه على القوس، عبد الله الحلبي، التمريره لمحمد الاطباشي، الاطباشي التمريره الخارقه نولوك باص شوفر مميزة التقدم كرماوي نقطة واحدة عمر بده يرد عمر بياخذ شوطة صعبة عمر لعيب العمر الريباند لعمر ادلبي ما معه العمر رائع العمر كيف لعبد الرحمن الكردي بيخترق عبد الرحمن بلوك خارق من عمر ادلبي ما معه ابدا البلوك شوت الرهيب من عمورة خارق يا عمر بلوك شوت رائع جدا يا عمورة ملك الشوب الدوري السوري شريف العش معه الكرة وصل عند عمر بقفله دفاعيه جورج دولماي بينعست باك شوت من عمر ادلبي الدربش عم يحاول يخترق بس الكره بتروح لعند عمر عم يقدر يرد كمان على وسام يعقوب انه يلعب ولاحظ هلا دائما في حدا من بيفوت انسايد وعم يعمل اول 3 بوينتس عمر ادلبي عم يفتتح هالمباراه اضباشي عم يدافع الحقيقه دياب وهذا حيخلق نوع من النسمه جاك ستيل واكيد رح نشوف الشوت تايم من عمر ادلبي ب 5 بوينتس لفريقه نادي الوحده في سويتش على رامي عم يكون نطلع على الطابق اوف ذا بول مو مع عمر من على الميد رينج ادلبي كمان عم يقدر يسجل هدول الوحده عمر عم يقدر يسجل نقطتين لا فريق نادي الوحده في هدوء بالهجوم بنادي الجيش هو مقرر انه يلعب الست اوفنس عمر عم يقدر يسجل هالنقطتين بلعب كثير مهم كره في الديفنس بتروح لعند عمر ادلبي بترجع لعند مجد عربش عم يقدر يسجل عمر ادلبي من على الميد رينج عمر عم يقدر يسجل 2 بوينتس قديش عم يبذل جهد مجد ابو عيطة لوجود عمر عم يقدر يسجل نقطتين عمر ادلبي بيخترع على البيز لاين نايس باس توصل لعند هاني دريبي عم يسجل هدول النقطتين عمر ادلبي مع الكرة عمر بيروح على البنتريشن عم يسجل هدول النقطتين عمر الكرة بتوصل لعند عبد الله عمر عم يقدر ياخذ هدول النقطتين رجع الكرة من التورن اوفر كانت راحت على التورن اوفر عمر بيحاول يسجل بالفعل عم يقدر يسجل عمر ادلبي نقطتين مش بعيطة بلوك شوت من عمر بطريقة ولا اروع 3 بوينتس عمر ادلبي سجل نقطتين حطوا نوعية رح نشوف تايم اوت كمان من اكيد لانه عمر ادلبي اللي عم يقدر يسجل لهالنقطتين بنادي نواعير ما في ولا لاعب منتخب سوريا نايس باص عم توصل بالاند وان بالاليوب لا عمر ادلبي قبل الوطني سجل ثلاث ثلاثيات مواجهه الكرامه عمر ادلبي واحد على واحد عمر بيعمل بنتريشن بايده اليسار لعيب العموره عمر ادلبي عمر بيرد على 3 بوينت عمر يا عمر يا عمر يامن تحت الباسكت يامن حيدر لكن لاعبين على يامن تعرض للبلوك شوت من عمر ادلبي لكن هاني قوي جدا هاني تحت الباسكت هاني ما عم يسجل هاني عمر ادلبي سجل نور طباع نور لكن استيل عم تنعمل من عمر ادلبي بتروح للعش بتروح لعمر عمر يا عمر يا عمر والشو تايم الوحداوي عم يبلش مع عمورة نشوف الرد الوسباوي بلال بيطلع على الباسكت بيتعرض لبوك رهيب العمورة ملك الشوطة اذا على الوسبي مجد عربشة لا عمر عمر عم يطير لا 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 الشوط تايم الوحداوي عم يكون تقريبا ابرز عمالقة سوريا يا من حيدر تحت الباسكت بتعرض لبلوك شوت من عمر ادلبي
وصل لعمر ادلبي. عمر على عبد العزيز دبدوب. عمر اسرع لكن عبد العزيز اطول. عمر شوف قرار الحكم باسكت ان لعبد العزيز الى عمر ادلبي. عم يخترع الباسكت بمرر لكن مقروء. عمر ادلبي بياخذ الكره. عمر مع البورد عم يسجل. عمر واضح الفريق الوحده اسلوب المعتاد او الاسلوب اللي بيحبه النادي الوحده هو الدفاع القوي ولا يعني سواء كاسماء لعيب كل طول ما في لاعب الملعب وعم يعطي جهد. عمر ادلبي عم يسجل الثري بوينت الاولى بهالمقابل 6:30 على نهايه المباراه. جود باس من عمر ادلبي لمحمد ضباشي عم يسجل النقطه الرابعه بهالمباراه. حسن الاحمد والطابه عم ترجع لمصلحه عمر ادلبي لمجد عربشي. فاست بريك ونقطتين. بيير ستيل من عمر ادلبي عم يروح على الباسكت. عمر عم يعمل دنك. شو هداك يا عمر؟ شفت لك هلا شوف الهجمه هي بعدين حل لك. هلا الهجمه الماضيه صحت فلسطين تمام صحت بيير عم يتعرض لبلوك شوت من عمر ادلبي. مجد عربشه مع نور طباع. مجد لعمر ادلبي لهاني دريبي عم يسجل سله كثير سهله الوحده 15 ثانيه على المباراه. هاني دريبي عم يحاول ما عم يسجل. المتابعه عم تكون من عمر ادلبي. هاني دريبي مع الكره بيعكسها للاضباشي. يقد باس عم توصل عند عمر عم يقدر يسجل. عمر ادلبي اضباشي بقلب الثواني الديفنس حاليا من فريق نادي الطليعه ببلاك شوت من عمر بيقدر يلحق الكرة تحت الباسكت وعطيهم هذا الامان لبقية اللاعبين تبعه. قراءة جيدة من عمر ادلبي بترجع الكرة لعند شريف العش لعند عمر عم يقدر يسجل نقطتين. الملعب دائما عم تكون بالفعل بارقام عم نشوفها كثير مهمة وحتى عم نشوفها نادي الطريعة لعند حسين. جود ستيل من عمر ادلبي. عمر 1 2 راح بيسلم دانك ولا اروع. ادلبي عم يطير بيسجل 2 بوينتس لفريقه بشكل منيح لانه تغير ستايل اللعب. و عمر عم يسجل من على الميد رينج من على البيز لاين كمان حاطط 20 نقطة يعني هذا الربع الطليعة. عمر من على 3 بوينتس. عمر ادلبي عم يسجل طليعة. عمر عم يخترع على البيز لاين بس بيعكس الكرة على الكورنر عند مجد عربشة على 3 بوينتس عم يقدر يسجل. نادي الوحدة عم يتعامل مع الدفاع تبع فريق نادي الطليعة عم يبرم الكرة خلينا نقول بشكل عش. 1 2 بتروح لعند عمر ادلبي بيعلي يوب ولا احلى شريف العش لا عمر ادلبي. هشام عرواني بيقط باس توصل لعنده بس بلاك شوت لعمر ادلبي. كثير مهم بهي المباراة اكيد حكينا عليها. نعم كمان ترن اوفر بتروح الكرة لعند عمر بيسلام دانك والشوت تايم من مجد عربشة. هاني دريبي على 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 تحت السله ليستر بظن هلا عمر دريبي حيساوي دنك كمان. عم نفتتح المباراه. عم ترجع لشريف. عمر ادلبي عم يقرر يخترق ويروح على الباسكت. عمر عم يسجل سله ولا احلى. عمر ادلبي بالدفاع قدر 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 يحل مشكله. شوف رجع كثير منيح يوسف مناع. عمر ادلبي عم بيقرر يروح على الباسكت. عمر عم يسجل نقطتين. عمر ادلبي على الباسكت عم يسجل نقطتين. عمر من اميز لاعبي هالمباراه. عمر ادلبي هو على 3 بوينتس عم يقدروا يستفيدوا منه انه يخليهم باجواء المباراه هي ثالث وحده. انا بستمتع جدا النقطه سكند شانس الوحده 11 نقطه قدر ياخذ نادي الحريه بس ثلاثه لعمر ادلبي. عمر على الباسكت عم يسجل نقطتين كثير حلوين. عمر ادلبي اجود لا شريف العش جود باس لا عمر ادلبي عم يسجل نقطتين كثير سهلين ويرفع الممر تتعكس لبرا مشان ممكن يشوط مثل ما سوى هلا شريف وعمر. عمر ادلبي عم يسجل 3 بوينت على 3 بوينت ما عم يسجل هالريباوند عم بيرجع لعمر ادلبي. عمر على الباسكت عم يسجل نقطتين. عبد الله حلبي مكان اجود الياس. مجد عربشه لعمر ادلبي عم يسجل سله كثير حلوه متوسطة ميد رينج ما عم يسجل الريباوند عم بيرجع لمصلحه عمر ادلبي على الفاست بريك معه مجد عربشه. عمر على الباسكت عم يروح عم بياخذ الاند 1 نقطتين ورميه اضافيه لمصلحه عمر ادلبي. لا عم شوف فريق الوحده غير
معظم اللاعبين. طلع هاني دريبي، عمر أدلبي على الباسكت ما عم يسجل نقطتين. عم بيكون سكرين ستيل من عمر أدلبي أول زاوية، عم يسجل نقطتين. مجد وضوح و محمد ضياء والسلام دانك من عمر أدلبي على الباسكت ما عم يسجل. الريباوند عم يرجع على مصلحة فريق الفيحاء. أوس ستيل من عمر أدلبي. عمر يا عمر شو عم تعمل يا عمر؟ عيمة 3 بوينت حمزة ما عم يسجل. الريباوند عم يرجع لمصلحة عمر أدلبي. ولحد الآن فريق الفيحاء ما قدر يسجل بالربع الثاني. 3 دقايق 24 ثانية على نهاية الربع الأول. عم ياخذ الأند وان، عم ترجع لمصلحة حمزة. حمزة وستيل من عمر أدلبي، والطابعة عم ترجع لعمر. لعمر أدلبي. عمر عم يسجل نقطتين. عمر عبادة، عبادة أصفري، عبادة بلوك شوت من عمر أدلبي.